في دوراته الثلاثين، رالي الفراعنة ينطلق من سفح الأهرامات بمشاركة 25 دولة. تحولوا إلى سفح الأهرامات حيث انطلق صباح اليوم رالي الفراعنة في نسخته الثلاثين. 610 متسابقين من 25 دولة يشاركون في هذا السباق، والذي شهد افتتاحه وزير الرياضة ووزير السياحة. مراسلتنا آلاء نبيل والمزيد في التقرير التالي. أمان تام، هذا ما يسعى إليه هاني عمر المشارك لثالث مرة في سباق رالي الفراعنة كعضو في فريق رحالة، يتأكد من سلامة الأجهزة قبل انطلاقه في طرق مختلفة التضاريس بسرعة تصل إلى 260 كيلومتر في الساعة، ليرتفع مع تحديات المسابقة شعوره بالإثارة. المتعة بالنسبة لي ان طبعا في منافسة شديدة جدا، واحنا كمصريين برضو هنا عايزين يعني نحقق مركز كويس، لان فرعنا بقاله 30 سنة في مصر تقريبا، ومفيش حد من المصريين اخد من اول ثلاثة، فانا نفسنا طبعا املنا ان احنا نخش في البوديوم اللي هو اول ثلاث مراكز يعني ان شاء الله. ينافس هاني 110 مشاركين غيره من 29 دولة. يبدأ السباق من هنا في منطقة الأهرامات، ويمتد حتى الواحات البحرية على 6 مراحل، وطول السباق نحو 3000 كيلومتر. على كل مركبة أن تعبر كل مرحلة في وقت أقل عن بقية المتسابقين. ورأى البعض أن إقامة مثل هذا السباق الذي يحتل المرتبة الثانية كأكبر رالي على مستوى العالم دليل على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية وزيادة الاهتمام بالسياحة الرياضية. السنة دي احنا يعني تعاوننا مع المنظم والدولة تعاونت معاه ان هي تغطي هذا الجانب تماما، بحيث انه تبقى رسالة ان مصر قادرة على ادارة وتنظيم مثل هذا الحدث اللي على مستوى الدولي بكافة جوانبه، واهم جانب فيه ضمان سلامة المتسابقين، ولا لا قدر الله حصل حاجة في مستشفيات ميدانية، في طائرة هليكوبتر بترافق السبق، بحيث انه لو حصل اي مشكلة تشيل المصاب وتنقله بسرعة. نروح النهاردة اللي موجودة ما بين وزارة السياحة ووزارة الرياضة، بتقول ان في شيء جديد هيبقى السياحة الرياضية بشكل كامل جدا، وايفنتات واضحة وتواريخ واضحة على مستوى العالم لخدمة السياحة ولخدمة الرياضة. وزارتين مهمين جدا لدعم الاقتصاد المصري، وزارتين مهمين جدا الحقيقة، لان الدول كلها تقدمت خلال الفترات اللي فاتت دي من خلال الرياضة من خلال السياحة. نمتلك كل حاجة، انما كانت قضيتنا كلها ان احنا نشتغل وان احنا نتحرك بجدية، ان يكون في رؤية واضحة لبلدنا في المجالين دول. انطلق هاني مع غيره من المتسابقين في 9 صباحا، وفي طريقهم الآن إلى نهاية سباق اليوم، ولكن سيظل سباق رالي الفراعنة ممتدا لستة أيام حتى إعلان أسماء الفائزين. آلاء نبيل، تلفزيون النهار. وختام